مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلول وديكور. الحلقه ديال اليوم كيف قلت لكم ما كانتش في القائمه، ولكن على حساب الطلب في الصالون المغربي طلبوني على الجوله اللي شلت في هذاك الصالون. دونك غادي ندير نفس الشيء على الصالون العصري، لانه فعلا كنقتسم بزاف معكم ديال المعلومات. دونك في الجوله غادي نفسر لكم بزاف الحوايج اللي ما قدرتش نشرحها في الحلقه ديال الصالون العصري. دونك خليكم معايا ما نطولش عليكم، غادي نبداو الجوله ديالنا ان شاء الله في هذا الصالون العصري اللي سجلت في الحلقه. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلول وديكور. كيف ما وعدتكم غادي نديرو جوله في الصالون العصري اللي سجلت الحلقه اللي قبل، هكا باش نكملو ونشوفو لي ديتاي اللي دوينا عليهم. دونك اول حاجه غادي نشوفو كيفاش كان قبل من نديرو التغيير ديال التهريس. كيف ما كتشوفو هذا الحيط كان مبني وكانت هنا باب، دونك هرسنا هادشي كلشي باش حلينا هاد البلاصه على لو كولوار. دونك هنا منين هرسنا الحيط لقينا هاد الساريه. كيف ما كتعرفو الساريه ممنوع نقيسوها، دونك باش خليناها وما جات شعيبه كملناها هنا بهاد لي سيباراسيون، يعني هاد لي لامط الخشب، ودرنا هنا واحد لا كونسول معلقه. هكا قسمنا السيجور ديالنا مع الكولوار. دونك هادي فكره كيف ما شفنا في الحلقه ديال لي سيباراسيون ولا التقسيمات. دونك هكا خدمنا الساريه ديالنا وحيدنا العيب ديال الساريه وخليناها بلا ما نقيسوها. دونك غادي ندخلو وغادي نشوفو الصالون ديالنا. كيف ما كتشوفو هذا الصالون على شكل مستطيل، دونك خدمنا الفوتوي ولا الكنابي ديالنا على شكل ال في هذا الموديل ديال مينوتي. دونك هنا ما عندناش لا كودوار، يعني داك الجنب ديال الفوتوي. الدوسي كيف ما شفتيه غليظ، فيه 20 سنتيم بالخياطه. هاد البلاصه خدمناها على شكل فرماجه ودرنا ان سوكل، يعني داك الرجل ديالو كامله غاديه بالخشب. دونك هاد البلاصه درنا جلسه الاولى سامبل، من بعد درنا الجلسه بالخياطه، والخده دي كيف ما كتشوفوا سامبل في الشكل ديال لي فاليز اللي شفنا في الصالون المغربي. فهاد القنت هذا ما درناش خديه كبيره، فاستعملنا لي بيتي كوسان. لي بيتي كوسان كيف ما كتعرفوا كيزيدونا جماليه في الصالون. دونك استعملنا هاد لابايت في شيبي في البلو سيال، كذلك هاد التوب هذا امبريمي بالباج والبلو سيال، ودخلنا هاد اللون الفانيدي ولا الغوز هكا باش عطانا ديك لاطوش اللي دويت لكم عليها في حلقه الالوان كندخلوها ب 10%. دونك هاد الغوز هو اللي دخلنا في 10% في هاد الصالون ديالنا. دونك هنا كيف ما كتشوفوا السوكل سامبل، كذلك الجلسه ديالنا خياطه سامبل مقسومه على جوج بلايص. وفي هاد البلاصه عاوتاني خدمنا هاد لو كالدو ديالنا غوز، وخدمنا هاد لي بيتي كوسان في الجنب بالباج وبداك لو بلو سيال بالتوب ديال الساتان. دونك هنا هاد الجاجة فيكس ما كتحلش، دونك كيف ما شفنا في الحلقه ديال الشراجم. هنا غادي نطلعوا البلافون، دونك خدمنا هنا بلافون سامبل افيك جوان كرو. هاد الحيط هذا هو اللي استعملنا فيه باش علقنا الطابلو ديالنا. كيف ما كتشوفوا طابلو كبير فيه الالوان اللي استعملنا في الخدادي، يعني دائما كيكونوا الالوان اللي في لي بيتي كوسان غاديين مع الطابلو. دونك كيف ما شفتيو لون الغوز قليل هو اللي استعملناه ب 10%، اما اللون المحايد اللي استعملناه في الحيط هو الباج، اما اللون اللي ب 30% هو هذاك لو بلو سيال ولا داك الزرق اللي استعملناه ولا الكري اللي استعملناه في الكنابي. دونك غادي ندوزو غنمشيو للساريه نشوفوها عاوتاني من اللور هكا افيك لي سيباراسيون، وهنا غادي ندوزو غنشوفو الشكل ديال الكنابي. غادي نطلعو هنا لو بلافون. كيف ما كتشوفو هنا كان عندنا واحد الفوندو، دونك هنا الفوندو حتى هو ما كنقيسوش باش ما نهبطوش بالقبس بزاف في هذا الصالون، فطلعنا بالقبس ديالنا وخلينا داك الفوندو بحال ديكور. دونك خدمناه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، بحال واحد جوان ديال الضو ديال لي ليد. هكا غطينا داك الفوندو ديالنا، درنا التقسيمه وغطينا العيب ديال داك الفوندو. هنا استعملنا البلافون سامبل، درنا لي سبوت بويد عاديين، كذلك مكبر الصوت كيف ما كتعرفوا فتا هو مهم جدا، راه ساهل كدوزوا ليه غير لانستالاسيون ديالو في الحيط وفي السقف. هكا تقدروا تسمعوا التلفازه بحال الهوم سينما. دونك السقف كيف ما شفتيو سامبل، وهذاك الفوندو كيفاش خدمناه. غادي نهبطو هكا تشوفوا الساريه مع دوك لي لام ديال الخشب سيباراسيون، يعني كيبقى يبان لينا شنو كاين في الجهه الاخرى، وكنحاولوا نديرو بحال درنا التكايه ديال الصالون ديالنا ديال هذاك الفوتوي باش قدرنا نفرشوا هذا الصالون. هنا استعملنا طبالي سوندري كيف ما قلت لكم، دونك مصوبين بالخشب، والفوق ديالهم درنا اختلفنا في الالوان، درنا هذا الكري، كذلك درنا هاد لا كولور ديال بحال الشين فرجلين، اما
في الفوق ديالو كيف ما شفتيو فيها وحده كاينه بالجاج. دونك يمكننا نخلطو نديرو الجاج نديرو الرخام نديرو الخشب في الالوان ديالو هاد لي بيتي سوندري. دونك نقدروا نفرقوهم كذلك نقدروا نخليوهم مجموعين وهكا كيعطيونا طبله مزيانه. دونك حنا في هاد البلاصه ما استعملناش طبله كبيره استعملنا هكا دي طابل سوندري يكونوا كيتفرقوا في هاد لا فورم هادي. دونك غادي ندوزو هكا وغادي نمشيو نشوفو الجهه ديال الشراجم كيف ما كتشوفوا هنا. هنا استعملنا لا كليم سبليت يعني ديال الحيط دونك ان شاء الله غندير حلقه سبيسيال على لي كليم. اما هاد البلاصه هادي فجات شويه خارجه على الصالون فهنا درنا هاد لو فوتوي خدمناه بالفيلو روز باش جا في اللون ديال داك لي بيتي كوسان اللي استعملنا. كذلك درنا واحد الطبيله حداه هكا درنا واحد الكليسه زوينه حدا الصالون وهكا جمعنا الصالون ديالنا كيف ما قلت لكم. هاد لي فوتوي هذا هو الاستعمال ديالهم كنكملوا بهم الجلسه ديال الصالون. دونك هنا عندنا البي فيتري كيف ما شفنا استعملنا هنا ريدو ديال جوغي نوي كيف ما دوينا في الحلقه ديال الريدوات هذا هو جوغي نوي. دونك هنا عندنا جوان كرو دونك ريدو خشيناه في الجوان كرو باش ما بليناش. اما فهاد البلاصه اللي ما عندناش فيها الجوان كرو فهنا خلينا لو سيستيم باين ديال الريدو حتى هذا ريدو جوغي نوي دونك ما كيجيش عايب جا على قد هذيك البلاصه تشرجم. اما هنا فدخلنا لو سيستيم في الجوان كرو هكا جا اونكاستري وما جاش باين. دونك كيف ما كتشوفوا ها هو لو سيستيم جا داخل في لو جوان داكشي علاش كنقول لكم دائما جوان كرو مهم جدا باش ما كيبانش الميكانيزم. دونك هذا هو جوغي نوي فيه بانطه مغلوقه وبانطه مفتوحه كيف ما فسرت لكم في الحلقه ديال الغدوات. غادي ندوزو غنمشيو نشوفوا الحيط ديال التلفازه. دونك هنا ما استعملناش موبل كبير درنا موبل صغير محطوط هذا كان موبل قديم دونك عودناه في صباغه صبغناه هكا بالبيض ودرنا ليه رجلين في الكري. هنا استعملنا لي سسبنسيون يعني داك العلاقات ديال الضو جاو معلقين من السقف وهابطين عطاونا هاد الديكور في هاد الحيط هكا باش عمرنا شويه وزينا هاد الحيط. كاين الاشكال والانواع دونك اي واحد يمكن لكم ديروا جوج ثلاثه مهم كتخلفوهم في الطول ديالهم هكا باش كنعمروا الحيط ديالنا. هنا التلفازه علقنا كيف كنقول لكم من الاحسن التلفازه تكون معلقه على ود الله يستر لا سيكوريتي ديال الدراري الصغار باش ما طيحش عليهم. دونك هذا الموبل كيف قلت لكم راه كان قديم وعودناه غير بالصباغه هكا نكونوا ايكونوميزينا واستعملنا لي موبل ديالنا قدام ما نلوحو حتى شي حاجه راه الا كان الموبل مزيان فراه نقدروا نستعملوه. في هذا الحيط هذا استعملنا هذا لو بابي بان كيف ما كتشوفوا لون محايد باش في هاد لا تيكستور بحال الثوب. دونك هذا جا سامبل كيف ما كتشوفوا استعملناه هاد الباج في اللون اللي استعملنا في الحيط صباغه كذلك في داك لي بيتي كوسان. دونك هنا الالوان المحايده هما اللي استعملناهم في الحيوط كيف ما فسرت لكم في الحلقه ديال الالوان. دونك دائما اللون المحايد هو اللي كنستعملوه ب 60%. اما الغوز كيف ما كتشوفوا استعملناه 10% استعملناه في هاد الفوتوي استعملناه كذلك في لي بيتي كوسان. دونك هنا غادي كيف ما كتشوفوا هاد الفوتوي درنا حداه هاد الطبيله هادي مصوبه بالخشب كذلك لي بلونط مهمين جدا كيف كنقول لكم دائما الا عندكم الضو فحاولوا تستعملوا الغرس في الدار راه زوين كيعطينا الجماليه في الصالون ديالنا. دونك غادي ندور بحال هكا وغادي نخليكم تشوفوا الصالون عاوتاني من هاد الجهه باش تشوفوا لي سيباراسيون تشوفوا الطابلو كيفاش جا مع الصالون كذلك الثوب اللي استعملنا فهو فيلور اكرازي اونتي تاش. البلافون كيف ما شفتيو سامبل هكا باش خلينا العين تمشي لينا للصالون والكنابي هكا باش يبان. دونك نتمنى ان هاد الجوله تكون فاتكم وهكا كملتيو داكشي اللي فسرت لكم في الحلقه اللي قبل شفتيه وهكا اعيانا كيفاش محطوط. نتمنى ان تكون فاتكم هذه الحلقه وشكرا جزيلا على التتبع ديالكم والى اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله وجوله جايه ان شاء الله في غرفه النوم حتى هي غادي ندير ليها واحد الجوله من بعد الحلقه ديالها. نخليكم